هل تعلم لماذا أرسل الله هاروت وماروت ليعلم الناس السحر؟ وما هي مهمتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فعندما نبذ اليهود كتابهم واتجهوا إلى السحر والشعوذة في زمن الملك سليمان عليه السلام، كانت الشياطين التي تعاونهم على السحر تصعد إلى الفضاء، فتصل إلى السحاب والغمام لتسترق السمع وتنقل أخبار الملائكة وأحاديثهم إلى كهنتهم الكافرين الذين يزعمون بأنهم يعلمون الغيب ويخبرونهم بالمستقبل، ثم يقوم الكهنة بإدخال الكذب في أخبارهم وتدوينها في كتب حتى صاروا يقرؤونها ويعلمونها للناس الذين ظنوا أن الجن والشياطين تعلم الغيب، فصاروا يقولون إن علم سليمان أيضا لم يكتمل إلا بمساندتهم. ووقتها أنزل الله الملكين هاروت وماروت في أرض بابل ليعلم الناس السحر لعدة أسباب، كان أهمها هو كسر احتكار الكهنة لهذا العلم، وأيضا جاء ابتلاء من الله لهم، ثم للتمييز بين السحر والمعجزة ومعرفة الفرق بين كلام الأنبياء عليهم السلام وكلام السحرة والمشعوذين. فنجد أن هاروت وماروت لم يعلما أحدا علمهما إلا نصحاه وقال له إننا ابتلاء من الله تعالى، وإن من تعلم علمنا واعتقده وعمل به فهو كافر وخسر آخرته، ومن تعلمه ولم يمارس فتوفي ثابتا على الإيمان جزاه الله بصبره على المعصية. فتعلم الناس السحر من هاروت وماروت، وكان مما فيه القدرة على التفريق بين الزوجين بإذن الله سبحانه وتعالى باستخدام هذا السحر وتسخير السحر للإضرار بالناس، فيتعلم الناس ما يضرهم ويضر غيرهم ولا ينفعهم بشيء في الآخرة، ولكن لا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لأن السحر لا يؤثر بنفسه بل بأمر الله ومشيئته بخلقه. وقد علم اليهود أن من يستبدل ما تتلوه الشياطين بكلام الله سبحانه وتعالى لا يكون له نصيب من الجنة، وقد اختار اليهود الانشغال بالسحر، ولبئس ما اختاروا بديلا لكتاب الله الحق وفضلوه على الإيمان، ولو أنهم آمنوا لكان خيرا لهم. أما عن سبب نزول هذه الآية الكريمة التي تبين قصة هاروت وماروت، وهي أن اليهود في المدينة سألوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عن السحر، ويقال إنه عندما ذكر سيدنا سليمان في القرآن الكريم قال اليهود إن محمدا يدعي أن ابن داود كان نبيا، وهم لا يرونه كذلك، بل هو برأيهم ساحر سخر الجن والشياطين لخدمته كما الكهنة. فنزلت هذه الآية لتكذب أقوالهم ولتبرئ سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام مما ينسبون إليه من تهم وافتراءات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم
دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.